في مرة زوج لاحظ أنه زوجته بطلت ترد عليه، فخاف يكون عندها مشكلة في السمع، فراح لدكتور يستشيره، فقال له الدكتور روح كلمها من على بعد 10 متر، بعدين أفضل قرب وقول لي متى هتسمعك. فرجع البيت على بعد كده 10 متر، قال لها حبيبتي إيش مسوي على العشاء اليوم؟ ما ردت. تاني مرة على 5 متر، حبيبتي إيش مسوي على العشاء اليوم؟ ما ردت. ثالث مرة على بعد 2 متر كده، حبيبتي إيش مسوي على العشاء اليوم؟ ما ردت. فرابع مرة جاء كده حضنها من وراها، سألها، طبعا هو ما أظن في القصة حضنها، هذه تأليف من عندي. المهم حضنها ولا ما حضنها، المهم خلينا نقول حضنها عشان تكون قصة شعرية. فحضنها من وراها كده وقال لها حبيبتي إيش مسوي على العشاء اليوم؟ هذه رابع مرة. فقالت له حبيبي رابع مرة أقول لك أنا مسوي دجاج. أوبا، اكتشف طبعا الراجل أنه المشكلة فيه هو مو فيها هي، أنه هو اللي ما هو قادر يسمع مو هي اللي ما بتسمع. طبعا هي نكتة سخيفة، ولكن المهم هي الهدف منها الحكمة، وهي أنه الواحد دائما يركز في مشاكله على الآخرين. كثير جدا يا جماعة من مشاكلنا هتتغير، وهذا كلام ترى مو من نظري، هذا كلام أنا مجربه في حياتي. مشاكلنا الزوجية مع الأولاد في الشغل ممكن تتغير إذا إحنا غيرنا من أسلوب تعاملنا مع الموقف. حديكم مثال واحد حصل لي من كذا سنة كده. كنت جالس في مطعم مع واحد صاحبي، فجاني واحد قال لي يا أستاذ أحمد أنا صار لي كذا سنة أحاول أتواصل معاك وإنتوا ليش ما تردوا؟ فهجوم على طول يعني. فأنا يومها كنت كده مدري إيش شارب، ينسون ولا مرمية ومروق كده، فما رديت عليه. قررت كده يومها أني ما أتجادل معه، ما أرد، أسكت. فيتكلم وبعدين يتوقع أني أرد أسكت، يقول وانتوا ليش ما تردوا على الناس، انتوا المشاهير شايفين نفسكم. يسكت، أنا أسكت كمان، فيكمل وأنا أرسلت لك إيميل واتصلت عليك على جوالك وانت ما. المهم فيفضل يتكلم وأنا ساكت، وانتوا إحنا من القبيلة الفلانية ولو جيتنا كنا حطيناك على راسنا. بعدين لما انسكت كده بعد دقيقة كده دقيقة ونص بدأ يقول أصلا أنت أكيد مشغول وبيجوك ناس كتير ما تلحق على الناس، وأصلا إحنا المفروض نعذرك، ويا أخي أنا متأسف أني يعني بتكلم معك بكده حماس، بس يعني من حبي لك واعذرني يا أخي، وهات راسك أبوسها. وقام باص راسي، وهذا رقمي، يداني كرت، وهذا رقمي، أي شيء تحتاجه تحت أمرك، سلام عليكم، ومشي. موقف ما عمري حنساه، يعني هم 3-4 دقائق ما تكلمت فيهم أنا ولا كلمة. شفت الرجال يتحول أمامي 180 درجة من قمة العصبية إلى قمة التعاطف والتفهم، وبوست الرأس بدون ولا كلمة. طبعا توضيح، أنا مو كده عشان الناس لا تحسب أنه رهيب، والله أنت أستاذ تجيني تعليقات دحين، يا أخي أنت نموذج، أنت قدوة، ولا أنا نموذج ولا أنا قدوة. هي هذه مرة صارت، مرة من 100 مرة، يمكن أنا مرة بالعكس، أنا أحتد في الكلام مع الناس اللي تتكلم كده، ما أقدر أسكت عادة، دحين تحسنت شوية يعني. فلا أحد يجي يرسل لي أنا رهيب، ماني رهيب، هي مرة صدفت كله من اليانسون ولا ما أدري إيش كنت، ولا المرامية ولا ما أدري إيش كنت مسوي يومها. يا أخي لا أحد يقول قدوة، ما في قدوة، ما في أحد قدوة بمفهوم قدوة، أنا ماني قدوة ولا أنا عظيم، ما أدري إيش جاب سيرة الموضوع ده، بس برضو لأنه من الأمور اللي تقهرني يعني. فالمهم شاهد طب تعليق سريع، لأنه هذا لا يقهرني، لأنه ترى أنتم ما تعرفوني، ما أحد يعرفني إلا بس اللي بيشوفوا أحيانا ساعة ساعتين، ما أحد عاش معايا بالكامل علشان يقول أنه أنا قدوة ولا أنه أنا رهيب ولا بعض التعليقات اللي تجيني أحيانا يعني، أنه يا أخي أنت الزوج المثالي، لا تتزوجك، إيش عرفك أن الزوج المثالي أصلا يعني. أوكي أنا بقول كلام مفيد للعالم، بس أنا الحياة معايا صعبة مثلا يعني، أنا عندي متطلبات مثلا ممكن تعقد أي زوجة، الله يعينها رولا ويصبرها عليا يعني، فواحد لا يقعد يكبر ويهول الأمور. المهم هذه عرجنا فيها على السريع، بس لأنه إيش، لأنه موضوع يقهرني كثيرا، موضوع أنه قدوة ورهيب، ماني مشي حالك بس وتستمتع في الكورة اللي قدامك وخلاص ومشي حالك. المهم فالشاهد، نرجع الموضوع سيريسلي، فالقصة هذه ورتني كيف أنه رد فعلي للموقف ممكن يغير تماما الموقف. تخيلوا أن الراجل ده رديت عليه وعصبت عليه مثلا، فعندك مشكلة مع أحد متكررة دائما، فكر في إيش أنت ممكن تسوي من تغير في تصرفاتك أو في الاتيتيود حقك أو في نظرتك للموضوع علشان تغير الموقف بدل ما تركز على الآخر. لذلك
دائما يعني الواحد يقول الزواج الناجح دائما المبني على التركيز على الواجبات وليس على الحقوق. فرق كبير جدا بين زوجين كل تركيزهم، كل زوج يركز على واجباته هو تجاه الشخص الآخر، أنا إيش المفروض أسوي تجاه الشخص الآخر، وبين زوجين كل الكلام تركيز على حقوقي، أنا حقي كذا كذا، أنا حقي كذا، والتاني يقول له أنا حقي كذا، ويركزوا على الحقوق. الديناميكس قوية، الديناميكية حقت الزواج مرة مختلفة. نفس الشيء مع الأولاد، الواحد يركز على واجباته كأب، والابن يركز على واجباته كولد. فشوف أنت إيش عندك مشكلة دائما بتكرر، وشوف كيف ممكن تسوي رد فعل مختلف عن المتعود عليه، فورا حتلاقي رد فعل مختلف عن اللي حصل سابقا. يا اهلا وسهلا. طيب ما ينفع اجي كاليفورنيا الا لازم اعدي على الجامعه حقتي عشان الذكريات. هذه النافوره كانت تشتغل على ايامي، ما ادري موقف عشان اجازه اليوم ولا ايش بالضبط. المهم هنا جامعه، هنا درست، في ناس، اوبس، هنا درست فاينانس في افتكر الفصل ده او ده، ان شاء الله يكون فاضي. اوريكم الكرسي اللي جلست عليه. هنا البزنس ديبارتمنت، هنا كلاسات الميجر حقي، لانه انا اخذت باتشلرز ام اي اس مانجمنت انفورميشن سيستمز وماسترز ام بي اي ماجستير ام بي اي. فهنا كان البزنس بيلدينج، هنا كل الكلاسات. طيب هنا 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 بالضبط، هنا هنا البزنس ديبارتمنت. هنا في الليل في يوم من ايام 97 ولا ما ادري متى، خلصت اخر اختبار كان ليل، وشفت الاستاذ هنا وقلت له استا لا فيستا، وداعا بلا كاليفورنيا. هنا درست، ممكن ان شاء الله اديكم تور البيراميد، كان زمان في هنا بيراميد.